السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر بها مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تبدون بها آراءكم بشأن ما راح نعرض لكم أو بشأن ما لديكم أنتم من مواضيع على أرقام الهواتف اللي تشوفوها أسفل الشاشة، رقمين اللي بالأعلى من زاخو للفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. رقمين الأسفل للأخوة العراقيين ساكنين في دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط وكل دول العالم، يقدرون يتصلون بنا على واحد من الرقمين الموجودات بالأسفل. إضافة إلى ذلك أكو إشارة واتساب، اللي ما يقدر يتصل بنا يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم إن وصلتنا رسائل من عندكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بقضية الزوار الإيرانيين، اللي المشاكل يوم بعد يوم تلقوها زايدة أكثر وأكثر من دون حلول. إحنا مو ضد أن تكون هنا سياحة دينية أو زوار يجون للبلد، بس أنه تفوت أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين تدخل للعراق بشكل عشوائي عبر منفذ زرباطية الحدودي مثلا، وسط غياب لإجراءات قانونية، وسط غياب لقانون، وسط غياب للعمل المتعارف به دوليا، ويدخلون للبلد بصورة عشوائية. الفيديو اللي موجود ويانا هسه راح يبين لكم اللي دا نحكي عليه، خلونا نشوف. العراقية الإيرانية والحدود عبارة عن سيح، يا اللي يجي طوب ويا اللي يجي يطلع بدون جواز، اللي عجبه يجي هلا بيه. هسه من نوصل على إيران يروح يزور واي ويرجع لنا، سالفة سيح صايرة. هذا مسوي بس دخول، هاي ما حد يحكي وياهم ولا حد يكون، حتى شرطي ماكو، بس تواقفين اللي جوا على صفحة بالفيس، وهاي من هناك الخروج، شوفوهم هاي من الناس ذيك البوابة. هاي العراق وإيران، هاي دولة طبوا المحافظة مو البلد، طابين المحافظة مو اليوم. بلال المالكي المقرب من نور المالكي والإطار وراء سرقتهم للمليارات العراقية من خزينة الدولة، واقف يوزع تفاليس على الزوار، كل واحد ينطيه 5000 دينار، هذا اللي تشوفوا ورائه، حتى يحسنون صورتهم ويزيدون من قاعدتهم الجماهيرية. بس اللي تابع الفيديو زين يشوف أكو انتقائية باختيار الناس اللي وزعوا لها الفلوس. يا ترى شلون كانوا يختارون المن ينطون؟ خلونا نشوف. مثل ما دا تلاحظون دا يوزع 5000 5000 على اللي دا يمشون، اكو بعض اللي دا يفوتون دا يعبرهم، مثل هسه مثلا عبر ما نطا، بعضهم دا يعطيهم بس هال 5000 دينار. هاي شنو؟ ليش؟ المن؟ من وين طلعت؟ من منو اندفعت؟ منو دا يدفع فلوس؟ من وين انسحبت هاي الفلوس؟ هاي كلها ما حد يعرف، بس اللي يعرفون انه هذا المقرب من نور المالكي بلال المالكي. بهذا المقطع مشاهدينا الكرام اللي تكلمنا به عن بلال المالكي، عندنا مقطع ثالث وراء اللي تشوفوه هسه، انه اكو تجاوزات دا تصير من قبل الزوار الايرانيين، اللي الناس دا تقول ليش لحد الان ماكو رادع حكومي لهم. اهالي الكوت بمحافظه واسط يشكون تجاوزات الايرانيين على مدرسه النوافل للبنات بالمحافظه، وصوروا هذا المقطع اللي يطالبون به ايجاد حل لهاي المشاكل. مدرسة النوافل، المدرسة اللي المحافظ سوى بها كتاب للإيرانيين ودخلهم بهاي المدرسة من يوم الخميس بالخاتشية بشهر 40، هاي المدرسة يداومن بها بس بنات. طبعا بيوم الخميس اجن البنات لقن الإيرانيين قرق الشورتات واللبسان الداخليين. أنا عتبي أولا على المحافظ، إذا كانت عنده غيرة، إذا كانت عنده غيرة يقبل بالصار هذا امام عرضه وامام عرضنا اليوم هنا الايرانيين بالباسات وامام البنات. زين الشيء الثاني، هل المؤسسات الحكوميه انقلبت الفنادق؟ زين اذا انتم ما عندكم هاي القدره تستقبلون هي الزوار، ليش تستقبلونهم؟ زين احنا ندري شنو ذول اللي هنا بالمدرسه؟ زين من يقبلها على عرضه اليوم بالشورتات وباللبسان الايرانيين الموجودين هنا؟ عراقي واحد نزل ببرموده بايران موتوه تموت وكتلوه سحلوه بالشارع. بس احنا باقين مراقبين هاي المدرسه، ايش وقت ما نشوف واحد يدخل لها
امام البنات ويجي موجود هنا من طرف محافظ من طرف اي جهه، احنا راح يكون لنا تصرف ثاني وياه بكل المدارس الموجوده بالمحافظه. ان شاء الله مستمرين نراقبهم وحده وحده. هذا ديدن العراقيين لما يدافعون بي عن اعراض بلدهم، يقول لك ايراني دا يتصرف بالتصرف اللي سمعتوه امام مدرسه بنات. بس السؤال اللي ينطرح، باي بلد من بلدان العالم تحولت بمدرسه او مؤسسه تعليميه او اي مؤسسه تابعه الى وزاره او حكومه الى فندق لمجموعه من الناس؟ حتى لو نحسب مو سياحه دينيه، اي شيء، كاس العالم لكره القدم، بيا دوله نظمت هذا المحفل حولت مدرسه بي الى فندق. بس بالعراق اليوم تشوفون مدرسة ثانوية للبنات متحولة إلى فندق. المقطع الأخ اللي موجود ويانا بكل بلدان العالم، لما واحد يريد يدخل لهذا البلد ويريد يفوت لازم عنده جواز سفر صالح للاستخدام وبمدة تغطي مدة إقامته بهذا البلد حتى ما تصير مشاكل تجاوز أو تأخر بالجواز أو أي شيء من هذا القبيل. وأي دولة تريد تسافر يقول لك عندك مدة زمنية مثلاً 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر لجوازك حتى تقدر تفوت. المقطع اللي موجود ويانا يظهر لكم إيرانية داخلة بجواز منتهي الصلاحية من سنة 2018 قبل 4 سنوات وتدخل للعراق بهذا الجواز وصورت ختم الدخول وصلاحية انتهاء الجواز والفيزا. جواز منتهي بواحد 7/2018. شلون وصلت للحدود؟ شلون الضابط ما قرأ تاريخ انتهاء الجواز؟ شلون ختم تاريخ دخول 9/9/2022؟ الله أعلم. الناس شافت هاي الفيديوهات علقت على هاي الفيديوهات، وكان أول تعليق موجود ويانا من أسماء جابر: انتظروا أيام وتخلص الزيارة وحنشوف دخلت للعراق العجايب والمصايب. الحقوقي منتظر الفيلي، فوضى وانعدام القانون. زياد البصراوي: بس العراقي من يقدم على معاملة بدوائر الدولة أول ما يطلبون منه صورة قيد وجيب الكتاب وودي الكتاب. أما سناء حمزة الونداوي: حقهم عمي، البلد بلدهم، الحكومة حكومتهم، والأحزاب لعبة بديهم. إذن كان هذا الموضوع الأول هو تجاوزات الإيرانيين، وفيديو واحد طلعناه هنا لبلال المالكي وهو قاعد يوزع تفاليس على الزوار. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ حسين، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخويا. حياك الله أستاذ حسين. إحنا نعرف أن الزيارات المقدسة وبالعراق او في يعني نقدر نقول يعني افضل ما يكون عندنا بالسعوديه بيت الله الحرام، يعني الحكومه اللي موجوده عندنا بالسعوديه تختلف عن الحكومه العراقيه اللي تحكم العراق، يعني المفروض انه على الحكومه العراقيه وسلطه الاحزاب يعني تقدر مجموعه الزائرين من كل دوله او من كل مكان يجون لهم، لانه اسباب الزياره اذا كانت أو كانت همجية اللي بنشوفها احنا على الحدود العراقية منافذ شراكة وبهران كل هذه الأمور هذه خاطئة، يعني بيت الله الحرام اللي هو الله سبحانه وتعالى اللي معظم العالم يجون يزوروه، لكن التنظيم عندهم كلش ممتاز، نشوفه انه يعني من كل دولة كذا مليون أو كذا يعني أرقام، بحيث انه الزائرين من يجون يدخلون هاي الدولة لازم لهم مكانه ولازم لهم منام ولازم لهم علاجهم ولازم لهم المستشفيات لازم لهم يعني كل الامور الراحه اللي تقدمها الحكومه لهم. دائما نشوف بيت الله الحرام انه ما تصير اي صدمات اي حوادث واي يعني امور، يعني الموظف يروح يزور ويرجع بيت الله الحرام يعني راحه نفسيه وما يتضايق ويشوف هاي العالم اللي من كل دولة من كل مكان يجونه، يعني لاحظ شيء جميل إلا بالعراق نشوف الهمج ونشوف الخربطة اللي موجودة من سلطة الأحزاب، يعني الحدود العراقية ما نجي قوات الأمنية وما نجي أي جيش وما نجي أي استخبارات وما نجي أي أمور اللي يخص هذا البلد واحترامه،
لأن نعم. البلد من يدخلون عليه ناس بهيش قوة وبهيش همزية وبهيش أعداد أكثر من أعداد اللي تدبرها الحكومة، فهذه خاطئة ترجع خطأها على الحكومة العراقية وسلطة الأعزاب، لأنه كثير من الناس اللي يدخلون بالمخدرات يدخلون يعني بأمور يعني خارج القانون. طيب. فإحنا ما نشوف القوات الأمنية بس نشوف القوات وصلت الأمنية. وصلت أبو عمر، وأتمنى تعذرني بس عندي متصلين ينتظرون، أعتذر منك، شكرا جزيلا لك. عبد الرزاق من باب الحياة، كالله. السلام عليكم، شلون صدرك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صادف ذكركم مقولة للباشا نور السعيد، نعم الله يرحمه، اللي هو رجل السياسة وتعلم السياسة العراقية، نعم، يقول اللهم إني أشكو إليك من زعاطيط السياسة. ف طيب، إحنا اللي عندنا بالعراق ما عندنا رجال سياسة للأسف الشديد، يعني زعاطيط السياسة اللي جاي يقودون لك البلد. نعم. وخير دليل هي هذه الزيارات المليونية، مثل هذه الزيارة أستاذ أفل اللي عددها كلش كبير. المفروض إذا إحنا عندنا رجال دولة وناس سياسيين المفروض يستثمروا هذه لخدمة البلد. نعم. يعني أنت شوف هاي الملايين اللي تدخل أفواج تدخل مجرد على الجنسية، يأدري هسه إحنا لو كل زائر من هذه الدول من إيران لا يدخلون بجواز منتهي الصلاحية. رحمه على والدك، هسه نقول لو كل واحد منهم يدخل ب10,000 دينار عراقي، يا اخي هم الشوارع مالتنا تتعدل، السوق مالتنا يتعدل، لكنه يا اخي للاسف الشديد يعني احنا ناس ما من زين. اخ عبد الرزاق، سؤال اذا تسمح لي، انت قلت لو كل زائر ناخذ من عنده مبلغ مالي بسيط كانت استخدموا هاي الفلوس وتعدلت شوارع وتعدلت خدمات، صح؟ نعم. زين، هم اموال الدوله سرقوها، نعم. تتوقع انه اذا اخذوا فلوس من الزوار هم راح يعوفوها لو راح يخلوا يبنون بيها؟ صادق، هو كل ما موجود بهذا البلد مسلوب منهوب. نعم. يعني هاي الميليشيات والعزار يعني تفكر بس مصالحها، ما تفكر مصلحة مواطن. بس انا ضربت مثال، احنا اكو دول يا استاذ افل على السياحه، يعني الميزانيه مالتها يعني طيب. نشطه ومواطنين عايشين برفاهيه من خلال السياحه، من خلال السياحه، فكيف بالعراق اللي هو بلد الخيرات؟ طيب، وصلت. انا اشكرك اخ عبد الرزاق واعتذر منك ايضا، بس والله دا ينتظرون على الخط. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله ودوم يا استاذ. اولا يا استاذ، يجب منع التسيب والتجاوزات والاخطاء الكثيره شبه يوميه يا استاذ. نعم. ويجب يطبق عليها الدستور والقانون يا استاذ. نعم. المعتمد من الدوله، والعراق ذات سياده. نعم. وانتم طبعا تملكون المليارات والنفط، فيجب إعادة النازحين لأوطانهم وعلاج المرضى وتوفير عمل للعاطلين عن العمل. نعم. وكذلك صرف المرتب وكذلك الموظفين والعمال. وكذلك أيضا يا أستاذي، لما جاءوا هؤلاء جاءوا الزوار للكربلة والنجف أخ سعد، أنت ذكرت الأموال والمليارات وتقول العراق عنده مقدرة على دفع الرواتب وإعادة النازحين وأعمار البلد والكثير من الأمور، بس أحب أقول لك مع مليارات العراق ومع ما يحصل بالعراق ربع الشعب العراقي تحت خط الفقر، وهمنا أعتذر منك بس دي ينتظرون على الخط وعندي مواضيع أخرى أرد أخذها. شكرا لك أخ سعد صباح من بغداد، حياك الله. صباح. بالنسبة استاذ أفل، حياك الله اخوي. بالنسبة لهاي الزيارة الأربعينية تعتبر من أسوأ الزيارات قياسا بالسابقات، يعني العدد والكثافة اللي دخلهم الإيرانيين بدون رقابة وبدون يعني احنا ظاهر يعني ماكو دولة، والدليل على ان ماكو دولة هاي اللي دخلت بدون جواز ساقط جوازها منتهي، يعني ماكو لا سيستم ولا نظام هذا البايسز اللي من 4 سنين. اي نعم، فهاي الجوازات بكيفهم، والله اعلم هسه تلقى الاف مؤلفه دخلهم بدون حتى جوازات. نعم.
لان جماعه الاطار الولائيين المالكي وهذا ادري وين ختموا له اخ صباح. هسه هاي جواز ساقط وختموا له، هو وين ختموا له اذا بلاي جواز على ايده؟ نعم لا بدون يدخلون مثل ما ضربوا من الابواب قبل سنه سنتين، ضربوا من الابواب ودخلهم بالقوه. نعم. احنا ما عندنا دوله ولا عندنا قانون ولا عندنا سياده ولا عندنا حتى كرامه للدوله. يعني الاطاريين الظاهر نور المالكي والشله مالته يردون الجميل، كانوا عايشين باحكام ايران وكانوا يقاتلون. نعم. الايراني ضد العراقيين، جاي يردون للايرانيين الجميل يخلوهم هيك يطبون بعداد بدون رقابه بدون انضباط بدون شروط بدون مبالغ بسيطه ماليه تدفع للتاشيره او الفيزا في سبيل يستفادون من عندها. يعني هم ضرائب تجي للدوله، لكن ما يهمهم هذا، اللي يهمهم هي الاعداد ان تدخل حرس ثوري باسيج يدخلون يتمركزون في النجف وكربلاء، عندهم نوايا سيئه. طيب. المفروض طيب. الكل تاخذ الحيطه والحذر من هاي الاعداد وعمال النظافه الكذبيين. طيب. وشكلهم ما توحي انهم عمال النظافه كلهم حرس ثوري باسيج في سبيل. شكرا لك اخ صباح، وهم اعتذر منك بس دي ينتظرون على الخط. حسين من الناصريه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ شلونك؟ نحمد الله على كل شيء، انتم شلونكم؟ تفضل اخوي. قم على هاي الزياره. نعم. موضوعك على هاي الزيارة؟ لا، هذا واحد من المواضيع. زيارة هاي وسلبياتها؟ هاي واحد من المواضيع، حكينا على تجاوزات تصير أثناء الزيارة. الزيارة سلبيات؟ أي، واحد من المواضيع ذني، نعم. زيارة هاي وسلبياتها؟ نعم أخوي، نعم. ده تسمعني حسين؟ اسمعني حبيبي. ايه صح، رواية عن صدام سلام الله عليه، تدري شو يقول؟ تدري شو يقول؟ شو يقول؟ من لا يحترم لا يحترم، من لا يحترم لا يحترم، مو صحيح؟ طيب هاي هي تتطبق الكلمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأسرة. ما حد يحترمها ابدا، لا الدول تحترمها ولا الاحزاب ولا الشيعات. نعم. وهاي كلها من وراء المعممين. طيب قل لي من وراء المعممين. طيب شكرا لك اخ حسين. قضيتنا الثانيه هي قضيه الطرق والسوء اللي دا تعاني منه، من مو جديده هاي القضيه. محافظه ديالى تسجل اعلى نسبه للحوادث المروريه، حيث اعلنت دائره صحه ديالى عن تسجيل احصائيه في المحافظة. الإحصائية تقول أنه خلال شهر آب الماضي، بحسب مدير إعلام صحة ديالى، أنه المحافظة سجلت خلال هذا الشهر أكثر من 30 حادث سير في عموم المحافظة، وقسم كبير من هاي الحوادث مميت وأخرى انتهت بإصابات حرجة وطفيفة. وتتصدر محافظة ديالى اليوم حوادث السير المرورية بسبب مشاكل منظومة الطرق، إهمال قواعد السلامة، ضعف الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. هذا المقطع ناشط يشكو كثرة الحوادث المرورية بالمحافظة من دون إيجاد أي حلول حقيقية من قبل الجهات الحكومية. خلونا نتابع. أكثر من 600 حادث مروري سجل في ديالى، أكثر من 500 حادث بسبب الدراجات النارية، والبقية حوادث مختلفة بين مركبات وأيضا التكاتك. اليوم بحسب الإحصائيات الرسمية أكثر من 1000 ضحية بسبب هاي الحوادث، بين حالة وفاة وإصابة داخل المستشفيات سجلت رسميا، بالإضافة إلى أن أغلب الحوادث هم من صغار السن وما يمتلكون إجازة السوق. أيضا هناك الطرق هي إحدى الأسباب بالحوادث المرورية والتخسفات اللي موجودة التي أدت إلى العشرات خلال هذا العام. هاي الأرقام مخيفة بالنسبة للمحافظة. اليوم هذا الأمر يجب وضع إلى حدود في محافظة ديالى حتى لا تتكرر هاي الأرقام المخيفة الموجودة في المحافظة. ورا ما نشر الناشط هذا الفيديو، الناس علقت على هاي القضية، وكان أول تعليق موجود على فيديو الحوادث من حيدر الحيان يقول: الطرق الرئيسية والخارجية فاشلة ليست آمنة بسبب التكسرات والحفر والرونغ سايد وانعدام الإشارات الضوئية والكاميرات.
أما أمير يوسف المرور شغلهم بس يحسبون عدد حوادث، لا طرق، لا لوحات دلالة، لا إنارة ليلية مخلصيها رسوم وغرامات. أما جمال الموالي، كل هاي الحوادث بسبب إهمالكم للشارع أو عدم تعبيدها بصورة صحيحة. وعامر البغدادي يقول الحكومة هي المسؤول الأول عن كل الحوادث، هذا بخصوص ازدياد عدد الحوادث في محافظة ديالى بشكل خاص والعراق بشكل عام. أبو فهد من بغداد، حياك الله. حياك الله، شو أصدقك؟ تحية والدوم أخوي العزيز، بخير إذا أنتم بخير. الله يخليك، أنا والله شارك البرنامج ما شاء الله قبل يعني. يا هلا ومرحب، شو وقت ما تريد تقدر تشارك أخوي العزيز. نعم أخوي، حياك الله. استاذ، دخول الإيرانيين، نعم، دخول الإيرانيين بهذا الوقت، نعم، تزامن مع الزيارة، هذا يعني يسوي خلل بالأمن القومي. هاي إذا كانت هاي الدولة عندها أمن قومي. شلون يعني؟ ما افتهمت. يعني دخول الزوار بهيك وقت وبهالعداد هاي وبدون جوازات، يعني شلون تقول يعني شلون ما كانوا يدخلون؟ نعم، هاي الضر الأمن القومي، الأمن القومي العراقي. طيب وياي استاذ؟ وياك. وانا الباحة يعني شفت على طريق احد طرق بغداد، ايه، يعني سيارات بكثره يعني ايرانيه، يعني يمينا ويسارا وقدامي وخلفي، يعني سيارات وايد يعني زوار. نعم. وحتى سيارات مقفله، يعني سيارات تريلات مقفله. طيب شكرا لك ابو فهد. ابو علي من بغداد، حياك الله. أبو علي، يبدو أن أبو علي ما يسمعني، أتمنى يرجع لنا إذا يريد يشارك بالحلقة بالموضوع. ملفنا الثالث عن فساد وسوء مشاريع صندوق الإعمار في محافظة ذي قار. اليوم اللي دا يصير بالمشاريع همينا حكينا به هواية، هذا الملف اللي لليوم ما حصل أي اهتمام، مشاريع متلكئة. اليوم ناشطين من محافظة ذي قار ينتقدون فساد مشاريع صندوق الإعمار اللي تنفذها شركات حسب وصفهم مو رصينة، وبعلم الجهات الحكومية، يعني جايبين شركات أي كلام وبموافقة رسمية. طالبوا الناشطين بمحاسبة ومراقبة عمل الشركات اللي تشتغل ضمن مشاريع إعمار محافظة ذي قار. خلونا نسمع. شنو اللي اكتشفته؟ اكتشفت أنه أحد مشاريع صندوق إعمار ذي قار، طبعا والله العظيم صارت مهزله. صندوق اعمار ذي قار، اناشد الكاظمي، طبعا العلم ابناء المنطقه نوهونا، اناشد الكاظمي انه ينسحب هذا الصندوق. الصندوق جاي تنباق فلوسه علني قدام العالم، يجون للطرق النيسميه، خلي اراويكم الطرق النيسميه بالقرى شلون ينفذوها، ويجيبون لا شركه رصينه ولا مقاول رصين، ما ادري منين يجيبون ذول المقاولين. تعال خل اراويك شغلهم يا اخي. يعني اول مره انا اشوف هيك تبليط. انت شايف تبليط يريدون يبلطونه يعني بدون حد؟ هذا السبويس، شوفوه هذا السبويس، بس دابين على طرف سبويس، دابين على طرف سبويس. لا لازم رزق الركابي على طرف سبويس، وهذا جوا بس قاصين الشارع بدون حد، حتى ما مفروض هذا حد. انا حدنا بالهوش. بمين حدلت حجي؟ بالهوش. اسمع اسمع، رزق الركابي هذا فيديو إلك زين، تعال شوف هاي المنطقه ملفات فساد على صندوق اعمار ذي قار، يعني تقاصينه قص العلم ولازم قاصينه قاص هذا بدون حديل. شوف وين حاذيله، لازم يوم تشتغل حاذيله بي زين. وين طبقه؟ اكو طبقه سير، طبقه سبيس، وين طبقه غير؟ يعني انتم تبلطون. تعال جيب التصوير، هاي الطبقه، هذا الشارع، هو هذا الشارع راح تبلطون عليه. سبيس ماكو، حتى سنتيم واحد سبيس ماكو. انظر لي بس برخصه الاستاذ، كم مقدمين؟ كم مقدمين على سلاك؟ هذا سلك، هذا والله من السبعين، هذا عمار ديكور، هذا هاي من السبعين، هاي الكهرباء. بالنسبة للي ما يعرف بعض الكلمات اللي طلعت بالفيديو، بالنسبة للهوايش هو يقصد بها الأبقار، يعني الـ رؤوس الحلال أو الأبقار اللي
يرعون الحلال هناك، هم اللي داسوا الشارع باقدام ابقارهم. اما السبيس اللي ما يعرف شنو هو السبيس، هي الطبقه الاساسيه اللي تنحط جوا التبليط، جوا الزفت، جوا الجير مثل ما يقولون، هي زفت سائل وحصو. هاي اللي ما افتهمهن. علقوا الناس على هاي القضيه، واول تعليق موجود ويانا من يحيى طالب يقول والله حرام واحد يسكت على هذا الفساد، على هذا الفاسد رزاق الركابي. ابو احمد الربيعي محافظه يقودها اللصوص. بدر السعيدي الى متى على حالتنا بالفساد والسرقات والاتفاق بينهما يستفادون ولا نستفاد في مناطقنا. اما محمد عدنان العنزي شغل تلزيق، وين النزاهه والرقابه الماليه تطلع وتحاسب؟ كان هذا فيما يخص التبليط في شارع محافظه ديقار والفساد بالمشاريع المتلكئه. ابو علي من بغداد رجع لنا مره ثانيه، حياك الله. الله يسعدك استاذي. هلا بيك يا الغالي. شلونك هذا؟ هلا بيك اخوي. استاذي هاي بالنسبه للزراعه المليونيه، هاي زراعه الحسين سلام الله عليه. نعم. ويطلع صباح يقول هاي اسوء، يعني من حاقد صباح؟ من حاقد على الزراعه؟ معود هاي المسلمين هاي. طيب 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 ابو علي، ابو علي زياره الى الحسين. نعم. سلام الله عليه، لا ضير من ذلك كله. وما احنا قلنا بالبدايه احنا مو ضد ان تكون سياحه دينيه او زيارات بالعراق، لكن شنو رايك بوحده طب بجواز ساقط من اربع بس لحظه 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 شنو رايك بوحده طب بجواز ساقط من اربع سنوات؟ ما قال بنايه. نعم صباح ما قبل. احنا بدنا نحكي احنا بالبرنامج اخوي العزيز، انت وياي صباح وياي، عوف الصباح وعوف كل المتصلين، انت وياي قلت لك احنا قلنا، اني دا احكي احنا قلنا، شنو رايك بوحده طب بجواز ساقط من اربع سنوات؟ والله هي دوله ما يعني حاجه دوله مو حاجه طب شلون؟ ولا حاجه مصاهد هاي دوله شغل دوله. لا اني دا اسالك رايك انت، تقول لي شغل دوله، رايك شنو انت؟ زين شنو رايك الزوار بمدرسه مال بنات وطالعين بالملابس الداخليه؟ يا مدرسه ملايين جايه. اخويا 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 سؤالي واضح، زوار بمدرسه مال بنات طالعين بملابس داخليه، سؤالي واضح، شنو رايك؟ لا ما 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 هاي وحده من التجاوزات اللي طلعناها اليوم بالبرنامج، شو عفتها الهاي؟ وعفت انه الطب وحده بجواز غير صالح للاستخدام، صار لأربع سنوات ساقط وكلبت لي بصباح. لما نقول لك أنا راح أشرح لك، لما نقول لك صباح إنه هاي أسوأ زيارة، لما يقصد التجاوزات اللي تصير أخوي العزيز، لما وحدة طب بجواز ساقط أربع سنوات. لا لا استاذ مو لا 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 استاذي مو يقصد التجاوزات، شلون الدولة الحسين مو تجاوز بعد. هذا تجاوز اخي العزيز، هذا تجاوز على بنتك وبنتي واختك واختي لما يطلع لي ملابس داخليه. لا هذا تجاوز. طيب شكرا شكرا لك ابو علي. نتحول الى ملفنا الرابع اللي هو ابو علي من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير حضرتك. مساء الجمهور العربي. اقول للاخ اللي يعني هسه زعلان. نعم. اول شيء الحسين هو مو بس مثل الشيعه، وانما مو كل مسلم. نعم. رجل صاحب ثورة، وهذول اللي يحجون بثورة الحسين موجودين بالسلطة الآن. نعم. ما يمتون، يعني هم يقولون إحنا شيعة بس ما يمتون صلة لسيدنا الحسين. نعم. ولذلك لا يحور الموضوع. الموضوع اليوم يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى جعل مكة والمدينة في شبه الجزيرة العربية وصارت. نعم. دولة السعودية، وإحنا الآن الله رزقنا بكربلة والنجف والكاظمية وسامرة. يعني كأقل شيء يصير تمويل للدولة، يعني كم زائر يوم يجون من إيران؟ خلينا نقول 5 ملايين زائر يجونا. نعم. كثير 5 ملايين زائر، يعني من آخذ من كل زائر 100 دولار راح يأخذ 500 مليون دولار، مو صحيح؟ نعم. 500 مليون دولار هذه أنطيها للفقراء اللي قاعد بالعراق اللي يعانون. نعم. أسوي مواكب، ما عندي مشكلة أسوي مواكب حتى الإيرانيين ما يجون يفلشون السياج ويوصفون البلد. نعم. ولذلك احنا خلينا نستغل حب الحسين ونستغل حتى بلادنا تستفاد والشعب كذلك يستفاد.
ليش يزعل هو من جاي كل اول اخ قصد بها الزياره؟ قال انه هذه التجاوزات اليوم زادت عن حد. ابو علي ابو التجاوزات. علي خلينا نستغل حب الحسين مثل ما قلت لبناء البلد. نعم. حتى بالمستقبل ان يكون هذا البلد لما تجيزه السياحه دينيه مره ثانيه يكون البلد بابهى صوره حتى ننقل صوره. صحيح. عن العراق والعراقيين جميله جدا. بالضبط مثل ما قلت. وكذلك الدوله لو تريد لو تخلي الفيزا الكترونيه حتى اي واحد يتجاوز ويتخالف داخل البلد اسوي عليه ابلق بعد ما يجي يعني من الحدود يوقع. نعم. يخلي واحد بايسكل وواحد يخلي الماطور ووحده تخلي بجواز منتهي الصلاحيه. احنا ما نمنع زياره الحسين، مستحيل العراقي يمنع زياره الحسين. نعم. لكن يريد التنظيم، يريد طيب. البلد يكون طيب. نظيف، يكون واجهه للبلد. نعم. لذلك اليوم الاخوان خلي نستغل حب الحسين في اصلاح هذا البلد. يعني نعم. سيدنا الحسين مو قام بثوره، خلينا نقوم ثوره على هذول الفاسدين. طيب. اليوم يعني حتى لو الناس تستغل اسم الحسين، لكن اليوم يكون سيدنا الحسين هو رمز لنا. شكرا شكرا جزيلا لك اخي ابو علي. محمد من امريكا ويانا، حياك الله. الو السلام عليكم، احيي قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي. اخوي العزيز، هذا ابو علي اكبر جيش ايراني واحد حشاف سافل. أخوي محمد، ولا أمرا عليك، ما نتجاوز على أحد، أعذرني يعني أبو علي وحضرتك وأي مواطن يتصل بالبرنامج إلى 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 كرامته إلى إلى وضعه، ما نتجاوز على أحد أعذرني. الشغلة الثانية، هذا أبو علي رأيه بالبرنامج، إحنا نتحاور وياه ونحكي وياه، قد يقنعنا قد نقنعه، قد نكون إحنا على خطأ قد يكون هو على خطأ، أما ما أسمح بالتجاوز، أعذرني. نعم. هذا العزيز هم يموتون على ايران، ما تقول لا تجيب طاري ايران، يموتون على ايران. نعم. تقول لك الله هو انت ليه؟ من هو ابوه؟ من هو قاسم سليمان المجرم؟ يا هذا العامري؟ يا من هو ابوه؟ يا خملي عمي يموتون على ايراني، تقول لك الله. نعم. لما تقول لهم الايرانيين يفترون بالمسارتات بالمدرسه يقول لك لا ماكو هيك، عمي هذول عندهم عادي، اعراضهم عادي، حتى الايراني يشوف مطار اعراضهم عندهم عادي. كفيلك الله. نعم. عندي ملاحظة. وهي؟ عندي ملاحظة أستاذ أسد. وهي؟ الـ9000 إيراني يأخذون SSI، يأخذون تقاعد إيراني، 9000 إيراني، الله يهجم على إيران وشيعة إيران، تحياتي لقناة الرابعة. شكراً لك أخي محمد. ملفنا الرابع مبكي. العراق اللي كان سباق في اقتناء الكتب، واللي كانت أكو مقولة قديمة تقول مصر تكتب، بيروت تطبع، بغداد تقرأ. اليوم المكاتب بالعراق اللي من المفترض أنه لازم الحكومات العراقية اللي تعاقبت على حكم العراق تهتم بهاي الأماكن العلمية والاجتماعية اللي تساعد الطلاب وطلاب العلم على تكملة وضعهم. ناشط من محافظة بابل يوثق واقع حال المكتبة المركزية في الحلة، مركز محافظة بابل، اللي تعاني من دمار نتيجة الإهمال الحكومي لإحدى المعالم التاريخية العلمية واللي كانت مرجع رصين للطلبة والباحثين. احنا موجودين معلم من المعالم المهمة في محافظة بابل اللي هو المكتبة المركزية اللي قاعد تقروها هسه خلفي، موجود ديوان محافظة بابل، المكتبة المركزية في الحلة، يعني هاي المكتبة الوحيدة في محافظة بابل اللي هي في مركز محافظة بابل. ايش وقت تأسست؟ تأسست 1936، يعني هذا معلم تاريخي موجود في محافظة بابل. خلينا نوضح للرأي العام، يعني معقولة يا مسؤولين يا مدراء دوائر اليوم من تجي الصبح وتجي لهاي المكان هذا اللي هو يعني ما أعرف شو أعبر عنه، يعني تعرف هاي حالة، هذا شنو هذا العبو؟ هذا شنو هذا الزرع؟ هذا الوضع هذا المأساوي من الداخل ومن الخارج. هسه لو تجي تصور لي، تعال مفضل، تعال صور الداخل مالك، يعني ما اعرف هذا منظر مال دائره مهمه، دائره لها احترام، هاي وحده مجاور لهذه الدائره ايضا مديريه التربيه التابعه لمحافظه بابل، وايضا مجاور لها اعداديه الحله اللي لها تاريخ حافل من الطلاب اللي تخرجوا من عندها واليوم على مستوى عالي في محافظه بابل، كان يكون تنفيذيين اطباء اساتذه ويعرفون تاريخ اعداديه الحلة. يعني هذا المكان اللي هو بالقاضيه، هذا حال المكتبه المركزيه، شوف الحاله اللي مقابلها، شوف يعني حاله يعني ما اعرف شو اعبر عنها.
هذا المكان من المفترض أن الحكومات تعتبره رقم واحد بالبلد، لأنه عن طريقه راح يكملون مشاريعهم، رسالاتهم، كتبهم ودراستهم حتى يتخرجون. نور تقول: هو وين ديوان المحافظة؟ يدري أكو مكتبة مركزية بها كتب مراجع حديثة بها تواصل عن طريق النت مع مكتبات عالمية ودولية؟ أما أمير خضير النفي يقول: وهل فيها كتب أصلاً؟ مجرد كم كتاب قديم أكل الدهر عليها، مفروض هي تكون مرجع علمي وأدبي لكل باحث وقارئ. أما علي عباس يقول: ليش هو المحافظ مو قبل فترة زار المكتبة، ليش ما شاف بعينه؟ وحيدر قاسم النجار يقول: الحلة مدينة منكوبة. مع كل الأسف. إذا مشاهدينا الكرام، كانت المواضيع الأربعة اللي موجودة ويانا. بداية، تجاوزات الإيرانيين اللي موجودة في العراق، دخول عشوائي في مركز زرباطية، بلال المالكي المقرب من الإطار ونوري المالكي يوزع 5000 دينار على الزوار، وفيديو آخر لتجاوزات الإيرانيين، ظهورهم أمام بنات مدرسة النوافل في واسط بالملابس الداخلية، وتحويل مؤسسة تعليمية إلى فندق للزوار، وآخر فيديو موجود بالملف الأول، بنية تدخل إلى العراق بجواز ساقط من 4 سنوات. الفيديو الثاني اللي هو ازدياد عدد حوادث في محافظة ديالة. الفيديو الثالث هو تلكؤ المشاريع في محافظة ذقار، وتحديدا عن تبليط أحد الشوارع الخدمية بالمدينة. والفيديو الرابع اللي هو حال المكتبة المركزية في محافظة بابل في مركز المحافظة بالحلة. قضيتنا الأخرى اللي هي سلط عليها قسم التواصل الاجتماعي الضوء، وهي موضوع المزارات الوهمية اللي تغزو البلاد بعد عام 2003، واللي تحولت إلى مصادر لدعم الميليشيات مالياً، واللي تعد حلقة من مسلسل التجهيل الممنهج للعراقيين. خلونا نشوف. وهذا الشارع يروح لها، وهاي خضروات. تأججت قضية المزارات الوهمية اللي اتكلم بها تقرير قسم التواصل الاجتماعي بالقناة عنها، بعد ما حادثة ما صار بحادثة القطارة، قطارة الإمام علي، وتتعرفون اللي صار بها. المشكلة قريتوا أنه مثلا أحد المراجع قال أزيلوا المراجع الوهمية، أو عفوا المزارات الوهمية، صدروا بحقه مذكرة إلقاء قبض بتهمة إهانة الطوائف مثلا. السؤال هنا، يعني واحد لما يسوي لي مزار وهمي ويتجاوز على ذكرى إلى شخص عزيز وغالي على قلوبنا، هذا مو تجاوز، بس من واحد يجي يقول شيلوا هذا الشيء الوهمي، الكذب، هذا الشيء اللي ما صاير نهائيا، يطلع هو ده يتجاوز. هذا سؤال أتمنى أنتوا تجاوبون عليه. أتمنى أنه تشوفون الحال اللي دا يصير بالعراق فايد منه، وهاي المزارات الوهمية اللي الناس دا تاخذ منها فلوس، مثل مزار القطارة. لما تكلمنا وقلنا الزيارة اللي دا يطبون إيرانيين إلى العراق، وأكو أكثر من متصل يقول لو نأخذ منهم فلوس ولو ننظم حالنا كان قدرنا نبني البلد. زين، ليش هاي المزارات بيها فلوس وهاي ما بيها؟ فقرتنا الأخرى اللي هي الهاشتاج، عندنا هاشتاج اللي هو تعديل استثناء رواتب علوميين. هذا الهاشتاج اليوم تصدر ترند العراق، حيث طالب خريجي كليات العلوم بوزارة الصحة بصرف مستحقاتهم المالية، بصرف رواتبهم اللي انقطعت أكثر من 9 أشهر. يعني واحد دا يشتغل تقريباً
ثلاثة أربع سنة هو ما عنده راتب، وطالبوا بإنهاء التسويف الحكومي قضيتهم بعد تعذر المالية وتحويل كتاب صرف رواتبهم إلى رئاسة الجمهورية. أول هاشتاغ ويانا اليوم من أحمد الساهر يقول: موظفين بدون راتب من 9 أشهر رغم إثبات كفاءتهم فهم الفئة الوحيدة من دون موظفي العراق دخلوا في امتحان كفاءتهم ومع ذلك لم يتم صرف رواتبهم. هاشتاغ تعديل استثناء رواتب علوميين. أما سعد يقول: العلوميين لا يتحملون أعباء حربكم الإدارية يا وزارتي الصحة والمالية، أطلقوا رواتب العلوميين المتأخرة منذ أكثر من 9 أشهر هاشتاغ تعديل استثناء رواتب علوميين. أما أم رفيف تقول: في دولة لا دولة فقط تشتغل 9 أشهر وأنت موظف على الملاك ويتم تهميشك وعدم صرف مستحقاتك وراتبك اللي هو حقك، وتروح وتستقتل وتطالب وبيوم اللي تفرح وينطوك الاستثناء يطلع لك واحد لا ذمة ولا ضمير بشرخة قلم ينهي فرحتك وأحلامك اللي بنيتها على هالأساس. حسبنا الله. هاشتاغ تعديل استثناء رواتب علوميين. أما ياسر يقول: 9 أشهر بدون رواتب، من أين نأكل أو نلبس؟ ماذا نطعم أطفالنا؟ لماذا التسويف يا وزارة المالية؟ نحن تعيين مركزي وكل الفئات التي تعينت بعدنا استلموا رواتبهم، وهاي المشاكل بالتأخير بسبب أخطاء إدارية بينكم أنتم والصحة ومجلس الخدمة، ما ذنبنا نحن العزل؟ هاشتاغ تعديل استثناء رواتب علوميين. كانت هاي الهاشتاغ اللي التغريدات في خصوص تعديل رواتب العلوميين في العراق. كانت عندنا 4 مواضيع اليوم في بداية الحلقة. الموضوع الأول مثل ما قلنا التجاوزات الإيرانية ب4 فيديوهات شفتوها أمامكم. الموضوع الثاني اللي هو زياد عدد الحوادث في محافظة ديالى بشكل خاص والعراق بشكل عام. الموضوع الثالث هو فساد المشاريع المتلكئة، أو لما نطلع هذا الفيديو مو بس بذي قار مثل ما شفنا، لا بالعراق اليوم كله أكو مشاريع متلكئة. عندنا شارع تبليط اللي طلعوا بيه ويقول لك لا بي سبيس اللي هو الماء الطبقة الأساسية للتبليط في العراق. والفيديو الرابع المبكي مع الأسف اللي هو واقع المكتبة المركزية في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، والإنفوغرافيك عن المزارات الوهمية، وأيضا الهاشتاغ اللي طلعنا لكم. يا مشاهدينا الكرام، القضية ما بيها اليوم العراق يعاني من مشاكل هواية، واحدة من مشاكل العراق الرئيسية هي وجود طغمة لسوس هذا البلد، طغمة تحكم هذا البلد. هاي الطغمة ما فكرت بالبلد شلون يعيش، ما فكرت بابناء البلد نهائيا. اليوم اللي عارض مثلا وطلع وقال انتم ده تحكون على الزيارة وهاي الزيارة الى الامام الحسين ولازم ما تمنعوها، احنا ما ده نمنعها لكن نطلب بالتنظيم. هاي الزيارة لما يجي بلد او يجي مواطن الى اي بلد يطب بلدنا لازم يطب احترامه، ولازم يحترم بلدنا، ولازم يحترم قوانين بلدنا، ولازم لما يدخل حاله من حالنا. اتحدى اي عراقي يقدر يطب الايران بجواز منتهي الصلاحيه. بس مثل ما شفتوا بالفيديو بتاريخ 9/9/2022 يعني البارحه انختم جواز تاريخ انتهاء صلاحيته 1/7/2018. أتحدى بأي بلد يقدرون 10 عراقيين يدفرون الباب مال الحدود ويطبون، بس صارت بالعراق هاي السنة وقبلها وقبلها وقبلها. وأتحدى بأي بلد وخصوصا بإيران يقبلون عراقي يشتغل ببلدية من بلديات طهران، بس شفنا فيديوهات طلعت بالعراق. فالمشكلة اللي عندنا هي مو إيران بالتحديد، هي ما من يحكم بالعراق اللي باع البلد إلى إيران. أنتوا يا شعب شلون تنظرون هذا الوضع؟ بقت يمكم الحل بالنسبة لكم شنو؟ يمكم شنو الجواب على سؤالي إنه شنو الحل وشون نحلها وشون يرجع البلد إلنا؟ أيضا يمكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. انتظرونا.